الأعمال كنت عم برسمها، ما كان عارف شو هدفها شو بدي أعمل منها، كنت مجرد عندي تعبير عن أحداث ما قدر أبدا أوقفها. كنت حاول سجلها مش لحتى تصير خالدي ولا حتى تنحط بمعرض ولا بمتحف، سجلها لحتى أنساها. بس كبرت المجموعة وكبرت الأيام واستمرت الحرب، صرت مجموعة كبيرة أكثر من 100 عمل. كنت رفقها مثل عم يرافق الواحد الأحداث ويسجل مذكرات تشكيلية بالأبيض والأسود، معمولة بمواد كتير سريعة بشكل أنه ما بده أتليه الواحد، حتى إذا كان هربان من قذيفة أو من مشكلة يقدر يسجلها على ورقة صغيرة. كانت الوراق منا كبيرة كتير، والألوان بحطها بجيبته وحد بيرسم محل ما هو موجود حتى لو كان بالملجأ. هيدي الأعمال اللي هي أكثر من 100، بعدين فكرت أنه لازم تصير عمل كأنه وثائقي. اخترنا منهم 33 عمل وحملناهم ضمن كتاب سميناه دفتر الحرب الأهلية. هو بعتقد أول كتاب بيحكي عن قضية اسمها الحرب بالشرق الأوسط. بعدين بما أنه الحرب ما وقفت الحرب لأنه بقت مستمرة، بعدين صرت عالج الحرب بطريقة مختلفة حسب المكان والزمان الموجود فيه والمادة. إذا رجعت للمجموعة هذه بلقيها متنوعة، بس كان الهدف منها تكون لوحات فنية تشكيليا، لأنه الحدث بيقدر الواحد يسجله بالإذاعة، بيقدر يكتب مذكرات، بس أنا كتبتها بالرسم، يعني بالألوان الأبيض والأسود بالخطوط. وكان همي أنها تكون أعمال فنية، كل همي أن تكون القطعة فنية بالنظر يعني مش ضروري تكون عن الحرب، بس بما أنه عن الحرب لازم تكون بذات الوقت أنه لوحة تشكيلية فنية. اللوحات هي مشاهد مختلفة ما بتكرر حالها. هون في عندك صرخة الإنسان اللي عم يصرخ مثلا من هول الانفجار مثلا، لوحتين الناس اللي عم تهاجر عم تترك مكانها، بوسة عين الرمانة كمان مشهد، هي البوسطة اللي فيها ناس مجروحين وكلهم كأنهم أطفال. مشاهد المسلحين اللي عم يتجولوا من مكان لمكان ورايحين على المعركة. بعدين قصص الأشخاص اللي تعذبوا وجروهم بالسيارة مثلا، هيدا مشهد. بعدين المستشفى وحالة الناس بالمستشفى كيف إني موجودين، أوقات ما في دواء أوقات بيكون وموجودين بحالة كتير صعبة عم يتألموا. أوقات اللوحة لازم يكون مبدع، لازم يكون فيها إبداع. إذا فيش إبداع ما في فن، ما في ضروري تعرضي أعمال حتى لو كنت عن أهم المواضيع بالعالم. إذا ما في إبداع تشكيلي ما لها قيمة. مشان هيك كنت أصر على كل لوحة تكون هي جزء جديد مختلف عن غيره، وجزء جديد بالفن بالنسبة لإلي. أوقات يعني خيال الواحد بيسبح بشغلات مش معود عليها. الحرب بتحرضك تشوف شغلات ما كنت بتعرفيها، مثلا قنص، حكاية القنص هذا شيء جديد بنعبر عليها بطريقة جديدة، بنشوف شخص بميكروسكوب أوقات ضمن دائرة. هون الحوت هو القوة العظمى اللي هي بتعمل المخطط، ونحن مثل الأسماك الصغيرة اللي فاتي بالحوت اللي هو مش قاصد يكلها، بس هي لحالها بلا تفوت لأن هي صغيرة. في دائما المرتكب الجريمة مقنع، وحش مقنع. حبيت أرسم ببعض اللوحات إنه هذا وحش مقنع عم يقتل بدون أي نتيجة، بدون أي سبب، وكمان عم يختطف بدون أي سبب. هودي مشاهد رؤساء العالم الموجودين، يعني هودي صورة لأشخاص عرب وأوروبيين وأمريكان وروس، هني أصحاب القرار، هني بيتفقوا شو لازم يصير في حياتنا وبمصيرنا. هيدي هي قضية تخلصنا منها نحن، بس شفناها قدامنا هم متخبيين بالملجأ. بعد ما طلعنا من الملجأ شفنا قضية، أخذت القضية كانت بعدها سخنة ورسمتها. وهون الفرن، الإنسان اللي حاجة
للخبز يعني في كثير من الناس ماتوا لأنه كانوا ناطرين بالدار حتى يحصلوا على الرغيف. مهم الفن اللي عم نعمله، مش مهم القصة، القصة فيك تحكي عنها بالصحافة بالسينما، بس المهم تشكيليا لازم يكون في شيء بيحرز انك تطلع فيه. وحالة الذعر وحالة الخوف وحالة الخطر كنت حاول انا ارسمها، مش لحتى خلدها، لحتى ارتاح منها.